أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. تعالوا نشوفوا جزارة الأمانة والإخلاص يا جماعة في قرية سنطيس مركز دمنهور محافظة البحيرة، حتة لحمة بالهنا والشفة. كل عام وأنتم بخير. النهاردة أول يوم في شهر رمضان، ربنا يجعله شهر مبروك وشهر طيب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام داخل مصر وخارج مصر. حتة لحمة يا جماعة بالهنا والشفة. صباح الفل يا غالي الحاج ابراهيم حسني طبعا، والحاج محمد حسني، والحاج مين تاني، والحاج علي حسني الله يبارك لهم ويصلح حالهم. حته لحمه يا جماعه بالهنا والشفه على خط الكباري طبعا، خط الكباري يا جماعه جنب زهر الجبليه وبين سنطيس الله يبارك لهم ويصلح حالهم. بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفه على حته اللحمه اللي هياكل يا جماعه. الله اكبر. بكام يا صاحبي الكيلو؟ جام الكيلو النهارده ب 400 متنضفه جاهزه هنا في الكفه، لا تاخد لحم حمر خالص. حته لحمه بالهنا والشفه ب 400 جنيه يا جماعه في الكفه ولا غيره ما فيش الكلام ده. بتتنضف اللحمه يا جماعه خاليه من الدهنات. بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي. اللي يشوف المال ده يذكر الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله بالهنا والشفاء يا جماعه. حته لحمه اللهم صل عليه كنب. بسم الله ما شاء الله. اول يوم النهارده في شهر رمضان، ربنا يجعله شهر مبروك وشهر طيب. يعني. نعم انت بصارخ النار. الله اكبر. يعني كنت جبت لحمه من الصبح. الله اكبر. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع. عجل ذكر يا جماعه اهوت الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. عجل بقر اهو اللهم صل عليك يا نبي. حتة لحمة بالهنا والشفة إيه؟ الله أكبر. بقرة. بسم الله ما شاء الله. بقى الفن اللي ياخد. الله يبارك لك يا صاحبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. يعني ب 400 متنضفة خالية من الدهن. متنضفة ما فيش جرام دهن. اللهم صل عليك يا نبي. ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب اللهم آمين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة. في كبدة بلدي اللهم صل عليك يا نبي. كبدة بلدي برضو يا جماعة عندهم موجود اللي عايز كبدة بلدي. بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي. الله يبارك لك بألف هنا وألف شفا اللي هياكل يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. الكبدة بسعر اللحمة كمان. بسعر اللحمة كمان. بسعر اللحمة. الكبدة بسعر اللحمة برضو يا جماعة. كبدة بلديات ربنا يبارك للمال وأصحاب المال. اللهم صل عليك كنب. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك الكريم، ربنا يجعله ويعود الأيام الطيبة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام داخل مصر وخارج مصر باليمن والبركات والخير. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.